اختي هاد المرشيه اللي كنصور لكم راه خارجين عليا، انا فين ما نمشي نصور لكم البنات كنخرج محمله. شوفوا لي اختي التويبات اخر ما كاين في جوهره. ها انت اختي شوفي شوفي لي جوهره كي دايره ديال الحرير، واعره البنات عرفتوا كتحمق واعره. قفيطين اختي ديال جوهره غير خفيفه اختي، ولا ديريه بالرانده وبالثوب اللي زوين وحريري اختي والثمن اللي رخيص. هذا زوين زوين زوين. راه قالت لي واحد البنت في اكسيون قالت لي اسماء ملي بديتي كتبارطاجي هذا والقلم الاخر ما بقاوش كيبقاو هكا في اكسيون، يعني كي بغات اختي تتبرع ولا تبرع اللي عزيز عليها. ها انتم اختي شوفوا لي اش خديت من خديت لي خمسه البنات شي حاجه اللي فنه، يعني درات اختي غير بخمسه اورو. ما يمكنش اختي تمشي لهاد المارشيات الغزالين اللي كنبارطاجي معاكم وكيحمقوكم وتخرجي اختي خاويه وما تخرجيش بهاد لي صاك هادو. فين ما كنمشي البنات للمارشي كنبارطاجي معاكم ليكم نتوما باش تستافدوا وحتى انا كنستافد. عرفتوا الاوقات هاد الايامات هذه حنا مقبلين على السفر ان شاء الله، الله يدينا ويديكم على خير وبخير ان شاء الله وعواشركم مبروكة الغزالات. كي دايرين لاباس عليكم اشخباركم اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله اليوم اختي غادي نبارطاجي معكم اشنو خديت، يعني ماشي خديتهم في مارشي واحد هادشي كامل البنات. في ما كنمشي يعني كناخذ شي حاجه، يعني في ما كنمشي نصور لكم منها يعني كنفيدكم نتوما ومنها حتى انا اختي كنستافد. ايوا الغزالات هذا الشيء ان شاء الله غادي نشاركوا معكم، وانت نتوما كتبغيو هذه الفيديوهات هذه كتقول لي اسماء عافاك اختي اسماء شاركي معنا المشتريات اشنو خديتي باش حنا نستافدوا. هادشي كله راه مصوره لكم البنات في الفيديوهات، يعني بارطاجيتو معكم في الفيديوهات دائما كنبارطاجي معكم هكا في اي فيديو، ولكن ملي كتعجبني شي حاجه وكنلقى واحد لوكازيون اختي انا راه كنستافد كناخذ ليا والحباب والوالدين والعائله وهادشي اللي كاين. خديت شي حاجه من البريماك البنات، شفتو البارح صورت لكم في البريماك حطيت لكم فيديو شويه معطل، ولكن كنت مشيت على واحد الحاجه ضروري خداتها بنتي وامنتها انا يعجبتني واحد لاشوميز خديتها وقلت غادي نبارطاجيها معكم. صراحه زوينه زوينه البنات واحد لاشوميز كنت قلتها لكم شحال هذه فاش كنت خديت واحد الجين قلت لكم راه بغيت ناخذ واحد هكا ان شوميز واخا عندي وحده في البيض عندي غير سامبل، ولكن هذه غادي تقول لي شنو هو هذا. بلاتي اختي نقول لك شنو هو هذا، ما تخافيش ما تخلعيش غادي نشرح لك شنو هو اختي هذا خديتهم بخيمة. بون البنات شفتوا معايا الفيديو اللي حطيت لكم ديال اكسيون، هذا ما لقيتوش البنات هذا الايلاينر ما لقيتوش اختي. راه شنقول لكم كل مره فين ما كنمشي تقريبا شي خمسه ولا اربعه المرات كنمشي لاكسيون ما كنلقاش. اليوم اختي فاش لقيتو خديت هذا الواحد هذا هو اللي خديت اختي، ها هو اورو 19 البنات والله الا فن هو اللي دايره انايا دابا. شوف البنات هو اللي كندير والبنات كيبقى لكم النهار كامل ما كيضيع ما حتى شي حاجه والله البنات الا كيشد لكم زوين. انا كنت واخده واحد غالي من سيفورا ما نكذبش عليكم البنات زوين صراحه غالي داير لي 20 مارت 20 وشي حاجه ولا بون ماشي ايلانير كنت واخده قانع كان في العشيه يعني صافي كيبدا كيتفرتت ليا البنات والله القاسم الا كيتفرتت وكيضيع ليا وسبحان الله. يعني بالمرات كتاخذي غير حاجه رخيصه وكتصدق لك مزيان البنات. انا ماشي عينيا الخاص عليا باش غناخذ نامبورت يعني اي حاجه ماشي زوينه غادي نديرها في عينيا، لا كون ما صدقش ليا يعني ولا ما وافقنيش عينيا ما غاديش ناخذو البنات. هذا زوين زوين زوين. راه قالت لي واحد البنت في اكسيون قالت لي اسماء ملي بديتي كتبارطاجي هذا والقلم الاخر ما بقاوش كيبقاو هكا في اكسيون، يعني كيجيو الناس ياخذوهم بزاف المتتبعات ديالك. الحمد لله هذا اختي هذا شرف كبير ملي كنبارطاجي معكم شي حاجه وكتعجبكم تمشيو تاخذوها. هادشي اللي كنبغي اختي ما عندناش ما نكثركش لكم في الهضره. هذا اختي باش ما يضركش راسك كتقولي شنو هو هذا اسماء ما بغاتش تهضر ليا على هذا، انا غنهضر لك على هذا. هذا اختي هذيك المره فاش كنت صورت لكم في بريماك بنتي قالت لي ماما بغيتو، والو ماما قالت لي بغيتو، قلت لها شنو انا هذا قلت لها انا ما عرفتو كاع انا كنجي نصور البنات ما عرفتش انا كاع شنو هو هذا. قالت لي ماما هذا راه كديري به المساج قالت لي كديري به والله الا البنات وحق الله ولات كديروا لي كيعجبني كتبقى تدخلي هكا وكتبقاي تحكي ديري المساج سيرتو الناس اللي كياكلوا هكا الفروه هكا ديال هاد الجلده ديال الشعر كتاكلك اختي كتبقاي تحكي ديري على مزويناتو. ها هو اختي اللي بغاتو تمشي تاخذو بخيمك الثمن ديالو راه ما غاليش. البارح البنات في بريماك خديت هاد لاشوميز هادي اللي كانت عجباني بصراحه كنت لقيتها بزاغه ولكن لقيتها دايره الثمن واش 69 ولا بحال هكا اختي. البارح لقيتها في البريماك وانا ناخذها ما نكذبش عليكم البنات 22 اورو 22 اورو عجبتني. اللي عجبني فيها هي كتجي طويله عجبتني البنات عجبني الشكل ديالها، يعني ضروري غنلبس معها شي حاجه غتقول لي اسماء راه كيدير الحجاب وهذه راه كتبين ولا هذا. لا اختي غادي نلبس معها شي حاجه البنات راني كنغطي راني دايره واحد الدول شعري على هذه اختي. هاد الايامات ما كاين اختي غير تهلو اختي تهلو فراسنا.
حنا كنتهلاو في راسنا على طول العام، انا البنات كندير ماسكات على طول العام، ماشي حتى نبغي نمشي للبلاد ولا نبغي نمشي فاكونس، على طول العام كندير بحال هكا ماسكات، كندير لي كريم ديالي، الروتين ديالي اليومي العادي كنديرو دائما. عاد الايامات هذه حيت مع دابا الشمس يعني واخا كنديروا لي كرون، واخا كنديروا يعني كريم سولار، يعني كان الجلده ديالنا يعني لابو ديالنا خص ضروري نديروا ليه مرمره هكا لي سوان هكا يعني لي ماسك، فهمتوا البنات؟ ديوا فراسكم تهلاو فراسكم اختي، هادشي اللي كاين. ايوا اختي قولي اسماء ما تقولهاش لنا انت، راه حنا مهارين فراسنا. المهم البنات هاد لاشوميز هادي كتجي طويله، عجبتني، غادي تجيني مع الجين من اللور كتجي بحال هكا، والله البنات الا حاطينها والناس كيهزوا فيها. عرفت واحد السيده قالت لي عجبتني عجبتني عجبتني، خدات هي ومعها واحد الوحده، خداو وحده وحده، قالت لي زوينه، قالت لها راه لقيتها في زهرة، قالت لي انا لقيتها اختي في زهرة، كتجي زوينه قالت في اللبسه، عجبتني الشكل ديالها. دابا راني لابسه لتحت، انا خديت ستايل ال، هي هما عراض نورمالمون، نورمالمون ناخذ الاكس ال، ولكن البنات انا خديت ستايل ال. شوف البنات كتجي طويله، كتجي مع الجين، كتجي فنه غزاله. هذا راه الموديل ديال زهرة البنات، انا غنلبس معاها من التحت، غنلبس معاها واحد تيشورت يعني طويل باش ما تبينش، فهمتوا؟ نقدر كاع نلبس معاها واحد الجي اللي يعني سون مونش، سا ديبون، انا جاتني قصيره غادي، ولكن هي لا ما كتجيش قصيره بزاف، شو كتجي طويله. فوالا اختي، خديتها ب 22 اورو البنات البارح من بريمير، قلت غادي نشاركها معكم، ولقيت واحد الحاجه زوينه بصراحه، شحال هذه وانا كنقلب عليها، بغاتها بنتي، قالت لي ماما بغيت هذا، بغيتو ستيتش. انا واخده ليها البنات العام اللي فات، واخده ليها من اكسيون، قلت لك ماما مابقيتش بغيت هذاك، خودي ليا هذا ستيتش، ولكن البنات واحد الكاليتي فيه راه زوينه زوينه زوينه، عرفتوا علاش زوينته؟ ستيتش لا مارك ستيتش راه غالي في بلايص اخرى، ديري ليه هنا في الغول البنات 9 اورو، ما ديري فيه لا بروموسيون لا حتى شي حاجه، خديتو ليها بنا في الغول على حسب الطريق، على حسب بحال هكا في الطوموبيل الطريق ولا هذا، يعني ملي كتبغي تنعس ولا هذا كترتاح، كديرو هكا شفتو صافي، ملي كتنعس صافي العنق ديالها ما كيبقاش يهضر. انا واخده منهم بزاف، واخده منهم حتى على حسابنا حنا الكبار، ولكن هادو زوين. هذا البنات شوف بحال هكا بالنسبه لهادي كيتشد لك هكا في لافاليز، الا كنتو بحال هكا غادي في الطياره كيتشد في لافاليز. هادو اختي خديتهم من بريمارك ياك، غادي نوريكم البنات شنو خديت من المارشي. شوف اش مشيت للمارشي ديال كريتير، كنت بارطاجيت معكم الاخوات باش ما ننساش. البنات اللي كانوا صيفطوا ليا على المخاوير وصيفطوا ليا على لي شال، البنات اللي ما جاوبتهمش الله يعطيكم الصبر، حيت كان واحد الكم الهائل ديال الناس مصيفطين ليا، يعني كنجاوب غير بشويه بشويه، كلشي كنجاوبو غير هو غير واحد شويه ديال الصبر، يعني ملي كنهز التليفون البنات راه كنجاوب كلشي، يعني فهمتوا؟ حيت كاين الضغط كبير ديال الخدمه ديال الايامات ولي كوموند راكم عارفين، دونك كاين المخاوير اللي ما بقاوش، كاين شي حاجه اللي ما يعني الموديلات بحال الموديلات اللي لابسه معكم الصفر المره اللي فاتت ما بقاش البنات، واحد الحمر ما بقاش، يعني بزاف اللي كانوا تبارك الله تباعوا يعني في اللايف ديال تيك توك، كندير لايف تيك توك كيتباعوا ليا. هذا البنات خليتو ليا، دابا راني كومونديت ان شاء الله ثاني غادي يجوني، ولكن البنات عرفتوا السلعه من دبي كتجي هنايا راه كتعطل، اون بلوس دو سا شو المره اللي فاتت انا قلت لكم راه السلعه كانت وصلت عند جارتي، يعني وهي عند جارتي وانا ما عارفاش، السلعه كتعطل البنات، يعني نقدر ان شاء الله الا سهر ربي من نرجعوا من الفاكونس غادي يكونوا ان شاء الله جميع الالوان وجميع لي طاي واي حاجه بغيتوها مرحبا البنات. بالنسبه لهاد لي شال هادو راه مازال عندي البنات، هادو 25 اورو، هادو البنات ديال الكشخه الفغي كشخه، غنوريهم لكم وعاد نوريكم الادوار. هادو حيت انا ما قلتش لكم الثمن البنات المره اللي فاتت ما كملتش لكم الفيديو على هادي، ها هو اختي شوفوا الفري كشخه البنات، هذا خديته انا ليا، خديته هو البلون كاسي اللي كنت شاركت معكم المره اللي فاتت. لا كاليتي اختي راه واعره، الشال كبير، الشال يعني كتلبسيه ومدرك لك اختي من اللور وكتنيه كما بغيتي تلبسيه تلبسيه، والفري البنات راه غير من الشوفه غيبين لكم يعني الشكل ديالو راه كيبان، يعني الكاليتي ديالو راه كاسبان، شوفوا ما شاء الله الكشخه فغي كشخه ديال دبي البنات ديال الامارات 25، انا قلتها لكم البنات 25 اورو، والاغلبيه الناس راه دايرين نفس الثمن. سا ديبون كتلقاي بعض المرات كتلقاي دوزيام شوا، كاين البرومي شوا كاين الدوزيام شوا، هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات، انا قلت لكم الثمن ديالو حيت المره اللي فاتت نسيت هاد الناس ما قلت لكمش البري. ايوا نكملوا اختي في المشتريات، هادو اختي الاثواب خديتهم اختي ما نكذبش عليكم، خديتهم بواحد الثمن اللي هو رخيص، هادو 2 اورو البنات للمترو، هادو 2 اورو، دونك خديت واحد البنت صاحبتي وخديت ليا انا 2 اورو اختي المترو الرخا ديال اختي، هانتي شوف
جوج اورو فيه العرض البنات. هذا ديري اختي هنا دايره ديال الدار، عرفتوا الثوب ديالو بارد 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 البنات، انا مزوينات. تقدري ديري هوب، تقدري ديريه الكاندوره ديال الدار، زوين. جوج اورو المترو يعني 3 متر، تقاموا ليا ب 6 اورو البنات، 6 اورو. صاحبتي خدات هذا لماماها، ولكن انا غنرجع ناخذ لماما واحد عجبني صراحه. قالت لي اسماء عافاك اختي خدي ليا هذا، وريت هذاك لابيل فيديو، قالت لي عافاك اختي اسماء خدي ليا هذا لماما بصحتها وراحتها، فن وغزال وغزال واعر. دابا راه غادي نصيفطو لها ان شاء الله في الكولي ديالها، وبغيت نبارطاجيو معكم. هادو انا ما خديتهمش ليا، خديتهم لصاحبتي، شي حاجه فنه غزالين، الثوب ديالهم حريري، جوج اورو اختي المترو. ديري اختي كنا دايره في الدار، تلبسيها تبردي بها اختي في هاد الصيف هذا، الثوب ديالو ما مزموت ما حتى شي حاجه البنات. خديت هادو ليها، هذا حتى هو خديتو ليها في البوردو، هي قالت لي اسماء ناخذ جوج ليا وواحد الماما هادو، وانا خديت هذا في الخضر، عجبني يضربني ضربني على الخضر اختي، هادكم الخضر والصفر والاحمر كيعجبوني البنات وحق الله. وقولي لي صافي اختي اسماء اش بغيتي تزيد، هادو هما الالوان اللي كاينين، هادو كيعجبوني البنات الصراحه. هاد اللوينات هادو تيحمقوني ابار الكحل، كحل هذاك هو تيعجبني بزاف، ولكن هادو اللوان زعما اللي كيعجبوني انا المفضلين عندي. هذا اختي خديته ما عرفتش البنات، عرفتي وافي راه بقى لي غير 4 متر، عطاه ليا قال لي ها انت صافي حسبوا ليا حسبوا ليا 6 اورو حيت بقى عنده الاخر 4 متر. قولوا لي البنات كي جاكم، قلت غادي نديرو يمكن عيق نيضره ديال الدار حيت عندي كساوي بزاف، قلت غادي نديرو يمكن عيق نيضره ديال الدار. ايوا اختي هنايا غادي نبارطاجي معكم شنو خديت من عند عمر البنات، القنيضرات عند عمر فنين ديال مراكش، 5 اورو اختي 5 اورو. عرفتو درت لكم داك الفيديو بزاف من الاعجاب بزاف ديال البنات اللي عجبهم، 5 اورو اختي القنيضرات ديال مراكش. والبنات هادو راه صبن ورد، ماشي بحال ديال المغرب. انا نقول لكم الصراحه ديال المغرب كنت كناخذ مافون شحال هادي قبل، ما كنتش كنعرف عمر، كنت عاد كنلبسهم البنات والله القسم الا كيتشرقوا، وكاينين الكاليتي اللي زوينه، ولكن دايرين ليها 2600 2600 هي ليكيفالون ديال هنا ديال اورو، هي 13 اورو يعني راه دايرين الثمن. هادو اختي 5 اورو خديتهم من عند عمر، 5 اورو فنين. هذه خديتها لبنتي طي، هذه طي ال، لا طي اكس ال، هذه خديتها لبنتي. شو البنات فنين غزالين عراض ومبردين، هادو تيعجبوني انايا كنلبسهم اختي في الصيف انا وبناتي، كيعجبوني كندي حتى لماما منهم، دي ماما ما كندي لها منهم، ولكن ماما كتبغي هادو كتبغي تلبسهم غير بحال هكا في الليل ملي كتبغي تنعس، ولا ماما كتبغي ديال الكم حيت كيجيو عندنا بزاف هكا الناس ولا بحال هكا، ولا مع نسابها وداك الشيء ما كتبغيش تلبس نصكم يعني كتلبس لكم راكم عارفين. هادو خديت منهم ثلاثه البنات، خديت منهم ثلاثه، خديت وحده ليا وحده وجوج لبناتي، وحده وحده هذا، وغادي نزيد مازال غادي نزيد منهم. خديت هذه لبنتي وهذه خديتها ليا وهذه خديتها لبنتي اخرى، هادو خديتهم حيت انا بناتي تيعجبوهم هادو، تقول لي ماما كيجيونا مبردين وخفاف. انا خديت البنات هادو، خديت جوج من عند عمر 8 اورو باش ما ننساش اختي، 8 اورو البنات 8 اورو، راه فرونشمون عمر راه داير واحد الاثمنه زوينه. البنات اللي غيسولوني على عمر ما يكونوش عارفوه، عمر اللي كيكون في المارشي ديال فيتريس ديال شوازي لوغو البنات، باردون تاع شوازي لوغو، كيكون الخميس وكيكون الحد. ها هما اختي شوفوا ليا هذا الماضي هذا فن، شو البنات هادو خديتهم ب 8 اورو فنين. شو الشكل ديالهم انا نقرب لكم هكا، الشكل ديالهم غزال. خذوا الطاي شويه كبيره حيت كيشربوا، ولكن ما تيشربوش بزاف، عشويه البنات ما تيشربوش بزاف. خديتهم خديتهم هاد المره فاش مشيت عند عمر نهار الحد، فاش كنت مشيت صورت لكم خديت هاد الجوج هادو، تلبسي مختي هكا في الدار كتبردي بهم على الصهد. خديت جوج تاع البنات، خديت هادي في الزرق وخديت هادي في الكحل 8 اورو. خديت لماما، ماما خديت ليها نتوما البنات وصيتها، حيت ما كنلقاش دائما ما تلقاش البنات هذا، ما تلقاش لاطاي ديال الوالده، دونك وصيته كيجيب ليا الماما هادو كيلبسهم تبرع بهم اختي في هذا الصيف هذا. بنيت قلت لها كثار خديت لك كاع الالوان، قالت لي خديتي لي بنيتي الكبر، قلت لها راني خديت الكبر، خديت لها خمسه شو البنات، خمسه اللي خديت ليها. انا غنمثل معكم وحده تشوفوا كيفاش كتجي، خديت لها هذه البلوزه، خديت لها الطاي 3 اكس ال، هادو 5 اورو البنات، 5 اورو عند عمر فنين. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شتو خديتهم لها ب 5 اورو، خديت لها 5 5 ب 25 تبدل بهم في هذا الصيف هذا. انا ماما عندها المحل كتبيع هذا الشيء، ولكن ما كتبيعش بحال هاد الكاليتي، هادو فنين. كانت واحد العام خديتهم لها وداتهم مع العمره، قالت لي بنيتي فنين صبن ورد والله الا قالت لي زوينين نفعوني، كيجيو فيهم هكا لاستيك الا بغات تشقى ولا شي حاجه كتهز، شتو كتهز هكا.
5 اورو البنات. سيروا عند عمر نهار الخميس راه غتلقاوهم، راه غادي يجيب ثاني كاينه بزاف ديال الموديلات كتجي فيهم اختي السفيفه، ما قالك لا خيطه لا حتى شي حاجه. 5 اورو البنات ها نتوما قادها 5 اورو. شتو كيفاش دايرين؟ خديت ليها هذا اللون وخديت ليها هذا الموف هذا شي بنات 5 اورو، وخديت هذا اللون هذا حتى هو شمقني عجبني هذا اللون، انا كيخلي ليا من اللوان كاملين. خديت ليها هذا اللون يعني مختلفين. راه مهمتي ما تبرعي، الله يخلي لكم ميماتكم، الله يخلي لكم والديكم كاملين، تهلاو في الوالدين البنات. والله ماشي حيت كنقولها لكم في اليوتيوب، لا انا البنات بلاتي نحل دابا نرجع معاكم، انا تنقولها لكم البنات، انا رجعت معاكم جات بنتي، انا تنقولها لكم ماشي حيت في اليوتيوب، انا قبل من اليوتيوب ولا قبل من اي حاجه الحمد لله يعني مهليه في ميمتي. كنقول لكم الله يرزقكم من حيث ولا تحتسبوا ان شاء الله، وتهلاو في الوالدين ديالكم، راه الوالدين شي حاجه كبيره ما كتمشي لكم لهلي خطيهم لينا، واللي والديه ميتين الله يرحمهم ويوسع عليهم، كنا لهذاك المقام يعني كنا غادي نموتوا، ولكن الوالدين ما كنسخوش بهم في الدنيا والله صراحه شي حاجه كبيره الحمد لله الله يخليهم لينا. انا كنت نبرع مينتي بهاد الغنيضرات هادو، حيت انا الوالده كتقول لي بنيتي ما تجيب لي حتى حاجه، قالت لي شوفي وياكي التواب ما بقيتش تجيبيهم، صافي راه الماريو غادي تطرطق عندي بالتواب، عييت ما نعطي عييت ما نمد، بركه بنيتي التواب. قلت لها ماما راني جايبه لك الغنيضر واجدين ها هما غتلحقي وتلبسي، قالت لي هادو هما اللي نبغي بنيتي. هانتي هانتي اختي، ماما راه كتفرش فيا قليل فين كتفرش في الفيديوهات ديالي مع الوالده ديالي، حيت انا يعني قلت لكم ما عندها المحل هي والوالد وداكشي ما كتساليش بحال هكا ما كتفرج دائما. هنايا اختي غادي نوريكم هاد التواب، هادو هاد التواب هادو خديتهم لهاد البنت صاحبتي، هذا خديته لامها بصحتها وراحتها الله يخليها ليها الله يخليها الوالده ديالها. قلت ليها شوفي اختي، قلت لها عطيني انا خليني انا نختار لك، قالت لي اسماء راني ثيقه في الذوق ديالك. شكرا لك بعدا كاين اختي فاطمه، شكرا لك على هذا المنبر هذا لهلي خطيك، واحد الانسانه طيبه، وانتم الله يعمر لكم الدار كاملين البنات اللي كيتبعوني، الله يحفظكم والله يلاقيكم مع ما احسن منكم، الله يلاقيكم مع بنات الناس وبنات الخير، هذا الشيء اللي نقول البنات. هاد السيده الله يعمرها على صراحه، وخا نبقى نشكر لكم فيها حتى الصباح. ها انت اختي فاطمه خديتو لميمتك، تستاهل تستاهل كل خير، انا البنات غير تسخرت ليها خديت ليها اختي التويبات هادو فنين معايا، هي ساكنه هي في فرنسا ولكن ساكنه بعيده على هاد المارشيات هادو هما، وديجا اصلا يعني واخده من عندي شي حاجه هكا ديال السلعه، وخديت ليها التويبات هادو غادي نصدقهم لها. خديت ليها هذا لامها، وخديت واحد لختها وواحد ليها، خديت واحد لختها وواحد ليها، هادو كانوا بصراحه حمقوني هادو. هادو البنات انا كنت خديت لماما شحال هادي، ولكن ماشي في نفس هاد الديزاين هذا، بالنسبه لهاد الديزاين هذا يعني يلا خارج. شتو رديتها ليكم تبارك الله اختي فاطمه، راه قطعت لك هذا وافي، قلت لي شوف زيد لي الطول اختي طويله، قلت لي بغيتو من اختي، اختي راها طويله، قال لي صافي كوني هاني معاكي عرفني. هانتي هذا خديته لهاد البنت صاحبتي حتى هو، وخليت ليها هذا خديت ليها في الموف. انا بغيت نشارك معاكم علاش البنات، باش نتوما يعني تشوفوا، واخا كنشارك معاكم في المارشي ولكن ماشي بحال الحاجه اللي هزيتها لكم وقلت لكم الكاليتي ديالها ووريتكم وعطيتكم يعني الراي ديالي فيها واش زوينه واش خايبه. انا الحاجه اللي ما كانت زوينه ما كنجيبهاش، وحتى بالنسبه للكليان ديالي الحمد لله والشكر لله اللي وصلتها شي حاجه كتقول لي اسماء سيري الله يعطيك الصحه. يعني تنقول لكم دائما البنات ملي كنبغي نشري شي حاجه ولا كنتقدى شي حاجه سلعه للناس باش نبيعها، كنحط راسي انا في بلاصه الكليون، يعني كنبغي نجيب شي حاجه اللي تعجب الناس بحال بحال غنلبسها انا، فهمتوا البنات هادشي اللي كاين. هذا خديت ليها هذا بحال الخضيضه، وهذا في الكري، هذا بحال الموف تاع هو، يعني اللوينات ديالهم فشي شكل. شوفوا البنات فنين عرفتوا حمقني، شوفوا الثوب تبارك الله طايح غزالين. هادو البنات غتسولوني الثمن، هادو نورمالمون 20 هادو 20 اورو بثلاثة، يعني هذا خديته ب 20 وهذا خديته ب 20، والغوز خليه ليا ب 15، الغوز خليه ليا ب 15 البنات. شوف يعني الثمن ديالهم راه ما غاليش، وكاينين ديال 15، هادو اللي يلاه كاينين دابا حاليا ندير ليهم 20، راه كنشاركهم معكم دائما فني اختي تستاهل تستاهل كل خير. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني يقول لي يا اسماء واش كديري انت لا ليفغيزون واش كتصيفطي السلعه البنات، انا ما كنصيفطش السلعه ما نكذبش عليكم، ابار الا كانت شي كليانه بحال هكا خدات من عندي سلعه وتقدات من عندي، كنمشي للمارشي بحال هكا كتبغي شي توب واحد ولا جوج كندير معاها زوين يعني فهمتوا ما تنخسرش ليها، ولكن باش انا زعما نتقدى السلعه ونصيفطها للناس ما كنديرهاش البنات، فهمتوا هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين سمحوا لي، مع انا هاد الشهر ما درتش ليها البنات هاد بصراحه ما بغيتش نخسروا بهذوك الفيديلات،
يتخسر ليا وبغيتش نديرو. شوفوا البنات كيفاش كيجي غزال غزال، فن فن فن، عرفتو كيحمق وعرفتو بحال ما لابسه والو، وكتلبسيه خفيف الشال زعما صراحه ديال الهمه والشعل. في العموم تبقاي تاخدي 5 ولا 6 ولا 7 ديال الشيران ولا 10، كتاخدي جوج شيران وثلاثه وكتبدلي بهم، وشي حاجه اللي زوينه شوفوا البنات، شي حاجه همويه فهمتوا. حتى بالنسبه كديريه حتى بالنسبه اللي يعني في هذه الوقيته الصيف يعني ما كيزمتك ما حتى شي حاجه. الغزالات ديالي هادو هما المشتريات ديالي، قلت غادي نشاركوا معكم الغزالات. اي حاجه زوينه كنبغي نبارطاجيها معكم. واحد البنت قالت لي اسمع الله يعطيك السر، الا ما بقيت شاركي معنا هكا الروتينات ديال الدار ديالك والله ما كرهت البنات، ما نكذبش عليكم باقا عيما متعوداش، ما كرهتش نو يشارك معكم هكا الروتينات ديال الدار باش نتوما تستافدوا. يعني حنا انا بعدا كنتبع كاين قنوات اللي انا ابوني معاهم كنتبعهم، وحق الله البنات ما كنبغيش عليكم كنبرك، وتا انا كنتفرج وكيعجبني داك الشيء المحتوى، وكنحط انا واحد الكومونتير زوين وكندير واحد اللايك كما كديروها معايا نتوما، كندير لي اختي داك اللايك والله يسهل على الجميع، وكنبرك اختي وكنتكونسونطرا وكنبقى نتفرج. بعض المرات والله القسم متبع هاد القنوات هادو، كاين واحد القناه عرفتو كنشوفها كتنوض كتجمع، وهذا حيتو كتجيني ديك النوضه واخا نكون عيانه كنقول ويلي علاش هي كتجمع وباك كتقاد، وانا علاش نبرك انايا، كدير فيا الحماس. كنوض ديك الساعه كنحيد التليفون كنلوحو كنبدا انا نخمن ونجمع، علاش حنا كنستافدو مع بعضياتنا. والله هادشي ديال لي ريزو سوسيو والله العلي العظيم الا دار فينا خير كبير، والله العلي العظيم الحمد لله وشكر لله. المحتوى ديالنا زوين، الانسان اللي يتبع واحد المحتوى زوين نقيقي اللي يعني غيستافد منه، المحتوى اللي خايب والمشاكل البنات والسلبيات بعدوا عليهم كل بعد، ما تفرجوش في السلبيات البنات. والله داك الفيديو اللي كنت بارطاجيت معكم ديال صاحبتي ماشي يعني قصد باش نبارطاجي معكم شي حاجه سلبيه، والله البنات ما كنت ناويه نصور، والله البنات وهاد العواشر هي اللي ما كنت ناويه نصور. هزيت طوموبيلتي ومشيت كنجري تصور لدرجه الناس الانسان اللي كيبغي يدير الخير تصوروا، حق الله ما كتبتش عليكم البنات في الطريق كامله، ما صورتش لكم كاع في الطريق ولا قبل ما نمشي عندها، ولا الطريق كامله وانا كنلقى لي في روج كلهم بالفيغ بالخضر بالخضر بالخضر، باش حيت ربي غادي 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 بيا واحد الطريق ديال الخير. والناس اللي كيقولوا دابا راه تخاصمت مع صاحبتها، امبوسيبل تخاصم مع صاحبتي، صاحبتي كنهضر معاها وصاحبتي مشيت عندها، وانتم مال الخير ديت ليها الكسكسو نهار الجمعه وتعشيت انا وياها وما جيت من عندها حتى شي الوحده ديال الليل انا وبناتي، وجا راجلها كاين راجلها الله يعمر لي الدار، وكاينه واحد البنت صاحبتها وتجمعنا وكنهضر معاها يوميا صاحبتي الله يعمرها دار. خليكم من هذوك الهضره، دابا نمشي دابا نصور لكم عندها، والبنات اللي كيسولوا عليها واللي كيدعيو لها بالشفاء الله يحفظكم والله يشافي جميع الامه الاسلاميه. البنات راه مازال ما دارتش لوبيراسيون حيت نورمالمون كنعطيها دير لوبيراسيون مسكينه نهار السبت، ودير الحديد هذيك الطيحه، هذيك الطيحه ماشي تطيحه عرفتو راه سبحان الله العلي العظيم، يعني شتو المشكل اش وقع ليها، غير رجلها تخشات ليها في داك ليزار في داك البروتيج ما طلا، وكلوات كلوات كلوات بغات تخرجها كتسمع طرق 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 عرفتو، لا حول ولا قوه الا بالله. المكاتب المكاتب اللي جات من عند الله مرحبا بها، بغيت غنشرح دوك الناس الله يهديكم، ما تبقاوش تكتبوا في التعاليق السلبيه، ما تبقاوش تعلقوا شي حاجه اللي ما كتشوفوهاش، كنقول لكم الله يهديكم في هاد العواشر هادي. خليوني انا خدامه على راسي، كنبارطاجي معكم شي حاجه اللي زوينه ونقيقيه. الناس اللي كيقولوا يعني تخاصمت مع صاحبتها ولا هادي ولا هادي، راه ما كاينش من هادشي كامل، والحمد لله انا عيبي بعيد كل اللي كاين. البنات طولت لكم شويه في الهضره، وهذا كما قلت لكم راه الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير، الله يسول فيكم الخير والبح. وقلت لكم هذيك النهار ما كنتش ناويه نصور، حتى خرجت مسكينه داك الشيء تقول لي اسماء صوري، عرفتوا لدرجه ماما شافت الفيديو مع 12 الليل، انا هذاك الفيديو شفته ماما مع 12 الليل، وحق الله ما كذبت عليكم كانت ماما باقا ما عرفتش شكون. دابا هي حلت الفيديو، حلت الفيديو كتسمعني انا تنقول لي راه انا غادا تابع لومبيرونس، كتفيق في الواليد ديالي كتقول له نوض 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 نوض، اسماء شوقع ليها كتغوت في 12 الليل نوض نوض بنتي ما عرفتش شوقع ليها، وكت قال لها الواليد غير بلاتي شوفي شنو كاش واقع. عاد مسكينه بقات بغات تعيط ليا خافتني نكون ناعسه، في هذيك الوقيته كانت الوحده الليل يمكن ماشي حتى 12، صافي قالت ما غاديش نعيط لا تنشوف. عاد من بعد لقات هذيك البنت صاحبتي وبقات فيها وعيطت لي مسكينه على الصباح بكري، كي بقات هذيك البنت صاحبتك بقات فيها بنيتي وبكيت، قلت لها مهمتي الحمد لله، قالت لي يا بنيتي الله يرضي عليك الله يرضي عليك، هذا الشيء الحمد لله اللي كيفرحني، وباش ربيتكم ربيتكم ديروا الخير، والحمد لله الانسان الا قدر يدير الخير. وانا ماشي دايره داك الفيديو على حتى شي حاجه والله العلي العظيم ربي شاهد عليا، انا هذاك الفيديو درته قصدي باش اي اخت تنوض دير بحالي، يعني تنوض
دير واحد الخير. حنايا خوت مع بعضياتنا في هاد البلاد الغربه، احتاجتك صاحبتك ولا احتاجتك واخا غير واحد براني، يعني وحده برانيه ما كتعرفيهاش واحتاجتك ولقيتي كيفاش ديري معها واحد الخير، ديري لله في سبيل الله، ربي هو اللي غيجازيك. هادشي اللي نقول لكم البنات، الله يحفظكم ليا الله يخطيكم، نهاركم مبروك غزالات ديالي. الى عندكم شي سؤال خلوه لي في الكومنتير، وان شاء الله اختكم اسماء دائما معاكم بالجديد، واي حاجه زوينه نشاركها معكم الغزالات. ما سخيتش بكم والله العظيم، ما سخيت بكم بحال نتوما كتجاوبوني دابا. يلا غزالات ديالي، السلام عليكم.